بنك نوت لسه مكمل معاكم ولسه بنتكلم عن تأثير أسعار الفايدة بعد قرار البنك المركزي، ولكن كالعادة الأول خلينا نعرف أسعار الذهب والعملات. في ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بحوالي 10 جنيه في الأعيار المختلفة للجرامات الرئيسية، عيار 18 ب 2820 جنيه للجرام، وعيار 21 ب 3290 جنيه للجرام، عيار 24 ب 3760 جنيه للجرام. الجنيه الذهب اللي وزنه 8 جرام وبيكون عيار 21 ب 26320 جنيه، وطبعا بنزود ضريبه القيمه المضافه والدمغه والمصنعيه على الاعيره الخاصه بالذهب اللي احنا اتكلمنا عنها. اسعار الصرف النهارده طبعا سعر الجنيه امام العملات الرئيسيه مستقر مع بدايه تعاملات اليوم، سعر الدولار الامريكي ب 48 جنيه 38 قرش، سعر اليورو 52 جنيه 66 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 62 جنيه 57 قرش، وأسعار العملات العربية ريال السعودي ب 12 جنيه 89 قرش، والدينار الكويتي ب 158 جنيه و26 قرش.